كمان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعرب عن سعادته لوجوده مع شباب الجامعات المصرية زي ما شفنا في الأفواج المتتالية، واللي هتكون كمان موجودة طول الصيف بإذن الله في أفواج تانية في مهرجان العالمين الجديدة. وقال سيادته في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: بوجه الشكر للشركة المتحدة ورئيس مجلس الإدارة وكل العاملين فيها على التنظيم الرائع والدعم الأنشطة الطلابية من كل جامعاتنا المصرية. تعالوا برضو نتابع جزء كده من كلمة سيادة الوزير ونرجع تاني. احنا على مدى المهرجان لغاية آخر أغسطس كل أسبوع هيبقى فيه مجموعة من شباب جامعات مختلفة، بمعنى الجامعات الحكومية، الأهلية، الخاصة، التكنولوجية، والمعاهد العليا وأفرع الجامعات الأجنبية. إحنا حريصين على إن كل شبابنا في كل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية نكتشف مواهبهم، نكتشف إبداعاتهم، علشان فعلا يقدروا يعبروا عنها ويشوفوا كمان الجمال اللي إحنا شايفينه في مدينة العالمين. وبشكر طبعا حضرتك.